كانوا باغيين يمشيو في 8:30 يهاجروا ماشي باش يقرا، ولكن القرايه عنده في 10:30. فاش مشيت عند الحارس العام مشى قلب ليا في المدارس قال لي ولدك ما جاش وعنده الدخول مع 10:30. من بعد بقيت كنغوت ما لقيت ما ندير، تواصلت مع مشيت سميتو عند البوليس، وصلت للدار ديالهم قلت لهم اش وقع اش وقع، جيت من المدرسه دابا واشنو واشنو. المهم عمرت الدوسي ديالي خلطت عليا وقالت لي راه واش تا ولدك مع ولدي مشى، راه حوي واش هذوك الحوايج اللي كانوا عندي في الدار عند ولدي عند ولدي واش ديال ولدك؟ قلت لها ما حيت عرفتي حوايج ولدي هذوك وكتعرفي ولدي كيتواصل مع ولدك علاش ما علمتينيش علاش ما قلتيهاليش؟ جات كتوري التليفون في عند البوليس كتقول لي واش هذا الرقم ديال ولدك؟ قلت لها ايه منين جاك؟ قلت لك حقا راه تواصل معايا الولد ديالي راه قال لي غادي يمشيو للفنيدق، كيفاش ملي تواصل معاها ولدها بالتليفون ديال ولدي انا دونك راهم عارفين الفوقاش غاديين وعارفه هي ولدها باغي يهاجر وعارفه علاش انايا نمشي ضحيه معاهم وولدي عنده 15 سنه واش انا اللي عندي داك الواحد اللي عندي وربي كي دايره على حياتي بلا بي ونهار كامل انا ما شاربه ما ما فاطره كاين الناس ما عرفتش الوقت كي داير ما عرفتش راسي واش ندخل للدار ولا ما ندخلش ما عارفهش راسي شنو غندير كيبانوا لي دابا من غير بلايص وكيبانوا لي كيفاش واحد الانسان كي غادي تكون في حياتها انا ما كيقوليش ما توصلش معايا على شي هجره ولا شي حاجه ما قال لي والو راه جات السيده عاد تقول لي راه مشاو للفنادق ما عارفاش انا شنو كيفاش فين باغي يمشي ولا حتى كتقول لي كتدخل ليا هي الفكره راه قال لك غادي للفنادق. من بعد قالوا لي راه وصرار كان في الطوبيس ديال مكناس وجاو لينا وباعوا له التليفون ديالو وبلوكا الواتساب صافي حيد الواتساب ديالو حيد الفيسبوك راه حل الفيسبوك حتى هو سدو ان صافي حيد هذا ديالو التليفون تباع باش يلقاو باش يركبوا. انا بغيت غير ولدي يرجع ليا، انا ما بقيتش باغيه لا تليفون ولا لا بغى تليفون يرجع لي شري له تليفون واخا نسعى عليه نشري له تليفون اخر غير ما يمشيش يهاجر غير ما يمشيش يقتل راسو ولا يقتلوا شي واحدين اللي ما عندهم لا لا حتى شي حاجه ما كيعرفوش الله فين كاين. ما بغيتش انا غير ولدي يتكرفص بغيتو غير يرجع. خوتي المسلمين رحموني الا شتوه، رحموني انا مزوقه فيكم، عتقوني راه انا ما عنديش الحياه بلا بي راه ما عنديش راه انا صافي غير انا ويا تقريبا كنعيشوا راه ما عندي حتى شي حد، انا مزوقه فيكم. كنطلب الله اذا زي كل واحد كل شيء لا من السلطات ولا من الناس ولا من اي واحد كاع تعاون معايا ولا شافو ولا الله يجعل سيدي ربي يكون معاه ويحسن له وقته هادشي اللي بغيت من عنده يا ربي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.